القصيدة هذه لها مناسبة، مناسبتها القصيدة الجدة كما يقولنا أرحمها سارة عبد الله الجلال أم سليمان. مناسبتها كان لي أخو دخل العسكرية، هو نظام العسكرية أن الواحد أول ما يدخل يعني يكون فيه فترة يكون فيها يطلع فيها العسكرية في 40 يسموها. يا الله الله ما خذيت إلا هداك على الساعة 11 بالليل قالت الله أنا أمك أكتب احفظ ما بس شو شحن احفظ احفظ وجدتها علي بالتلفون قلت ما اعرف اكتب كذا عمليها علي شوي شوي قالت ما اعرف انا حافظت كذا. المهم هي تمثل في القصيده وتشهد على ابو سلطان عبد الكريم السلوم اعطيت متقاعد من الجوازات وكان هو ذاك الوقت هو اللي ساعد في دخول اخوي. صادق دخول يبزع وهو ما قصر ابو سلطان عليه السلام وكان تاريخ دخوله تقريبا في 1/3. فهي تقول في قصيدة عزيزي يا ابو سلطان اشوف القلب عندك تعسكر تبع اللطن اللي ودي عيني يمشوفه يومي واحد على هاجت الادواء تغفر وش هذا اللي يجيب المرفع لك فوفر ودي اشيل قلبي كودي عنه صفر قلبي مقوى اغنى اللي معجبتني يبنونا كلها ايام يوم وفريتي تقذر والعدو والحسود عندنا شيخ نجد يا طلب ما تهذر جاي من ضل عدل وكلهم يشكرونا لو تزيد المشاكل خاطر ما تكدر حسيتك فيك نظرة واحدة من عيونا.